Find the value of the numerical sentences. Example. Absolute 48 divided by absolute negative 6 minus absolute 11 by absolute negative 3. عندي جملة عددية. أوجد ناتج الجملة العددية. تعلمنا في الدرس السابق Ordering Operation ترتيب العمليات. قلت لكم الخطوة الأولى سوف تكون التخلص من الأقواس. الخطوة الثانية الضرب والقسمة تكون من اليسار إلى اليمين. والخطوة الأخيرة الطرح والجمع أيضا من اليسار إلى اليمين. هنا ضفنا القيمة المطلقة. إذا الخطوة الأولى سوف تكون التخلص من القيمة المطلقة. Absolute 48 أتخلص من القيمة المطلقة equals 48 divided by absolute negative 6 ناتج القيمة 6 minus absolute 11 by absolute negative 3 أتخلص من القيمة المطلقة 3. انتبه أنه الجملة العددية تحتوي على ثلاث عمليات division, subtractions, multiplication القسمة والطرح والضرب. أحصر هذان العددان بقوس وأحصر هذان العددان بقوس. أتخلص الخطوة الأولى من الأقواس 48 divided by 6 equals 8 minus 11 by 3 equals 33. الخطوة الأخيرة subtract and add or from left to right. أنا عندي subtract فقط العملية طرح 8 minus 33 8 إشارة positive إشارات مختلفة تم شرحها وذكرها في الدروس السابقة أطرح والإشارة للعدد الكبير negative 25.